الريك والصفوق 90 رسالة ومش بتعبر حد لا 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 استحالة. وان شايف شاب فانكي ومع عربية جاكور قال عنص الفوقاني وفيل بسين متصور تبعت تقول له بيبي ازيك عامل ايه لو فاضي يلا بينا ننزل على كارلوس كافيه. واول ما بدأت تجهز علشان تنزل للبيت جالها تليفون من واحد مش عايزة ترد عليه. ردت في الاخر بعد 19 مسد كول كل دي مسات يا كوكي لا بجد مش معقول. قال لها محتاجة اشوفك من غيرك حبة وموت. قالت سوري يا بيبي ماما تعبانة موت لازم اقعد معاها اتليست 3 ايام. قفل اتكلمت التاني وقالت له نازل اوام. صاحبتنا بتنام بدري بتاع الساعة 8 الصبح وان حد قلق نومها يبقى يستاهل الدب. تصحى من النوم متأخر يعني 3-4 العصر تروح جاري على الفيسبوك اسمها اجمل واحدة بمصر. صاحبتنا بتنام بدري بتاع الساعة 8 الصبح وان حد قلق نومها يبقى يستاهل الدب. تصحى من النوم متأخر يعني 3-4 اسمها اجمل واحده في مصر.